فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقراءة سورة قاف في خطبة الجمعة، فهل تقرأ وتقسم في الخطبتين أو في خطبة ما تقرأ كلها؟ يقرأ منها في الجمعة ويقرأ في الجمعة الثانية إلى أن تكمل. قالوا وكون هذه المرأة سمعتها من رسول الله، ليس معناها أنها سمعتها كلها في جمعة واحدة، لكنها تتبعت الجمع التي يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة قاف فاستكملتها. نعم.